إسماعيل ولد الشيخ أحمد يعطي ورقة حول الصحراء إلى غوتيريس. على مكتب الأمين العام للأمم المتحدة ملاحظات وورقة عمل لمنع اندلاع الحرب في الصحراء، وأيضا مواصفات خليفة هورست كولر، ولأنها سرية ودقيقة فإن أنطونيو غوتيريس استجاب لما قاله الدبلوماسية الموريتانية ووزير خارجية بلاده السابق، وقبلها مبعوثا أمميا باليمن ومبعوثا مرتقبا إلى ليبيا، إسماعيل ولد الشيخ أحمد. وحسب مصدر جريدة الأسبوع المغربية فإن استشارة إسماعيل ولد الشيخ أحمد أبعدت اسمين أوروبيين لخلافة كولر، منهما ألماني قريب من رئيس ألمانيا السابقة. ويرى مستشار غوتيريس أن الاستعانة بخبرة وموقع موريتانيا سيكون قادرا على الحل، وقد منع الرئيسان السابق والحالي حربا جديدة في المنطقة نقلا عن ديباجة الورقة. وفي الأيام الماضية حدد الرئيس الموريتاني الجديد موقف بلاده من قضية الصحراء المغربية بالتشديد على أن موريتانيا لم تغير موقفها من ملف الصحراء، فهي تعترف بالجمهورية الوهمية، لكن موقفها النهائي هو الحياد الإيجابي الذي ينافي الركود وفق تعبيره. واعتبر محمد ولد الشيخ الغزواني الرئيس الموريتاني الذي كان يتحدث في أول مؤتمر صحفي لها منذ فوزه برئاسية يونيو 2019 موقف موريتانيا من قضيتي الصحراء المغربية والأزمة الخليجية، قائلا إن القضيتين ليستا في ميزان واحد. وأوضح ولد الشيخ الغزواني أن موريتانيا لم تغير موقفها من الصحراء، فهي تعترف بالجمهورية الوهمية، لكن موقفها النهائي هو الحياد الإيجابي الذي ينافي الركود وفق تعبير الرئيس. ومما لا شك فيه أن هذا التصريح الرسمي لرئيس موريتانيا سيثير ردة فعل الرباط التي كانت استبشرت خيرا بتولي محمد ولد الشيخ الغزواني مقاليد الحكم في بلاد الشنقيط، خاصة أن العلاقات المغربية الموريتانية شهدت انفراجا كبيرا على المستوى الدبلوماسي ما بعد يونيو 2019. صحيفة ألمانية: المغرب خاض معركة كورونا بالحجر الصحي والابتكار التكنولوجي وتوفير تعويضات لمواطنيها. كتبت صحيفة ديت سايت الألمانية أن المغرب في معركته ضد جائحة كورونا يعتمد على الحجر الصحي والتكنولوجيا العالية وتوفير دخل أساسي، مما جعله يحظى بالإشادة على الصعيد الدولي. وتوقفت الأسبوعية الألمانية الواسعة الانتشار في مقال نشر على موقعها مؤخرا عند اختراع فريق مغربي علمي لقناع واق ذكية أطلق عليه اسم مداد، قائلة إن هذا القناع المرتبط بتطبيق تتبع الإصابات بفيروس كورونا الذي تختبر الحكومة المغربية حاليا وترغب في عرضه قريبا يمكن أن يصبح جزءا من حل الرقمية تم تطويره بالكامل في البلاد. ونقلت الأسبوعية عن منسق الفريق محسن الخديسي قوله: لسنا دولة غنية، لا يمكننا إجراء اختبارات مكثفة مثل ألمانيا، مضيفا: نحن بحاجة إلى حلول بديلة. وذكرت بتكريم الفريق الذي يضم مهندسين وإعلاميين وأطباء من قبل المدرسة العليا للتجارة بباريس في مسابقة دولية في بداية مايو، مبرزة أنه مباشرة بعد هذا التتويج أصبح المستثمرون على دراية بالاختراع، وأنه تجري حاليا محادثات مع الفريق العلمي من أجل تصنيع القناع قريبا. ويعد فريق المخترعين حسب الصحيفة الألمانية بأن القناع بإمكانه التعرف على أعراض كوفيد 19 مثل الحمى والسعال الجافة، ويمكن أن ينقل البيانات الصحية إلى السلطات الصحية عبر الهاتف الذكي بواسطة تقنية البلوتوث. وترى الصحيفة الألمانية أن قصة ميداد تندرج في إطار القصة الإيجابية لجهود المملكة في مكافحة حازمة للجائحة، مبرزة أنها كانت من أوائل الدول التي فرضت حظر تجوال صارم مع غرامات وعقوبات سجنية ضد المخالفين. وتضيف أنه بمبادرة من الملك محمد السادس تم إنشاء صندوق دعم لجمع مليار يورو، والذي ساهم فيه الملك شخصيا إلى جانب الوزراء ورجال الأعمال، وتمكن من جمع 3 مليارات يورو.
ولفتت الصحيفة إلى أن ارتداء الأقنعة إلزامية في جميع أنحاء المغرب، حيث تقدم الدولة وحدها الإمدادات الكاملة من الأقنعة الواقية التي يتم إنتاجها بدعم من الدولة وبيعها ل 35 مليون نسمة مقابل بضع سنتات، مضيفة أنه بحسب عدة تقارير إعلامية أصبح المغرب مصدرا دوليا للأقنعة في غضون أسابيع قليلة. وتؤكد الأسبوعية أن الأرقام تدعم جهود الرباط، فقط 188 شخصا توفوا في المغرب بسبب وباء كوفيد 19 وفقا للإحصائيات الصادرة عن جامعة جونز هوبكنز. كتبت صحيفة فوروم ديزاس الكونغولية أنه قد لا يكون مفاجئا رؤية جمهورية الكونغو الديمقراطية التي يقيم عشرات الآلاف من مواطنيها في المغرب تفتح تمثيلية قنصلية في الأقاليم الجنوبية، وتحدو بذلك حدوى بلدان إفريقية فتحت مؤخرا قنصليات هناك. وقالت اليومية في عددها الصادر: ماذا لو فتحت جمهورية الكونغو الديمقراطية قنصلية عامة بالصحراء المغربية؟ مضيفة أنه قد لا يكون مفاجئا رؤية جمهورية الكونغو الديمقراطية التي يقيم أزيد من 3000 من مواطنيها على الأرض المغربية المضيافة، مؤكدة أن الأمر يتعلق بمبادرة من شأنها تأكيد أن مغربية الصحراء أمرا لا رجعة فيها. وذكرت الصحيفة الكونغولية بأن بلدانا إفريقية فتحت حديثا قنصليات لها في الأقاليم الجنوبية في مسار من شأن تعزيز السيادة الوطنية وتقويض أطروحة الانفصاليين من أساسها. ففي 18 دجنبر الماضي افتتحت جمهورية جزر القمر المتحدة قنصلية عامة في العيون، وقال القنصل العام لهذا البلد الإفريقي السيد سيد حسنة: إن فتح هذه القنصلية العامة يأتي ليؤكد على مغربية الصحراء وعلى العلاقات الأخوية التي تجمع المغرب وجمهورية جزر القمر. من جهتها فتحت جمهورية غامبيا قنصلية عامة في مدينة الداخلة، وقال وزير الخارجية الغامبي مامادو تانغارا الذي ترأس إلى جانب وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطا حفل تدشين هذه التمثيلية الدبلوماسية: إن هذا القرار يندرج في إطار نهج تتبعه غامبيا منذ استقلالها، ألا وهو الاعتراف بمغربية الصحراء. وأكد السيد بوريطا أن فتح قنصلية جمهورية غامبيا في الداخلة وقبلها قنصلية جمهورية القمر بالعيون يأتي ليؤكد أن مغربية الصحراء أمر محسوم ولا رجعة فيها. وقالت الصحيفة الكونغولية إن هذه البادرة ذات الحمولة الدبلوماسية الكبيرة هي في جوهرها تمسك وانسجام مع كل من مغربية الصحراء ووجود جاليات إفريقية كبيرة في هذه الأقاليم المغربية في ظل السياسة الكريمة للهجرة واللجوء التي أطلقها الملك محمد السادس. وأضافت أن فتح هذه القنصليات العامة هو أيضا في نفس الوقت اعتراف بالرؤية الإفريقية للملك من أجل قارة يسودها تعاون قوي بين الدول الإفريقية، بالإضافة إلى ما يمثله من شهادة قوية على الأمن والاستقرار اللذين تتمتعان بهما الأقاليم الصحراوية للمملكة في سياق إقليمي مضطرب. وتجر الإشارة تتابع الصحيفة إلى أن هذين الحدثين الدبلوماسيين الهامين يأتيان لتعزيز صورة وإشعاع الصحراء المغربية كنقطة ارتكاز للمملكة المغربية في قارة الانتماء، والتي يرغب الملك محمد السادس في أن تصبح قطبا للتنمية داخل القارة. وتابع كاتب المقال أن جمهورية الكونغو الديمقراطية يمكن أن تحدو حدو هذه الدول، مؤكدا أن فتح التمثيلية الدبلوماسية لهذا البلد في الأقاليم الجنوبية سيكون خطوة وجيهة للغاية بالنظر إلى العلاقات الوثيقة التي يعزز التضامن الملموس والتعاون بين البلدين. وذكرت الصحيفة بأنه منذ الساعات الأولى للاستقلال كان المغرب دوما إلى جانب الشعب الكونغولي كلما تعرضت الوحدة الترابية لجمهورية الكونغو الديمقراطية لأي تهديد، مضيفا أن قضية الوحدة الترابية تهم المغاربة مثلما تهم الكونغوليين، وأن الصحراء تمثل رهان الوحدة الترابية للمغرب.